مرحبا جميعا، بحب أشكر الجميع على الدعم المتواصل. وصلنا 1000 مشترك، شكرا لكم، وهاي احتفالا بـ1000 مشترك. شكرا لكم. ألف مشترك. شكرا من كل قلبي. إذا أنك لسه مش مشترك، اشترك اليوم في القناة. مرحبا جميعا في قناة أردن في بولندا، معكم طلعت حدادين. فيديو اليوم راح أحكي عن مدينة كثير حلوة جميلة، هي يلينيا غورا. يلينيا غورا الاسم بالبولندي، أو إذا ترجمته للعربي فهو جبل الغزال. تقع يلينيا غورا في الجنوب الغربي من بولندا في مقاطعة دونليشلونسك لور سيليزيا. المدينة مغمورة في وادي وحواليها عدة جبال. في يلينيا غورا نهرين، نهر بوبر وكامينا. الأسطورة القديمة بتحكي إنه يلينيا غورا وجدت في عام 1108 من قبل الأمير بوليسواف كشيفوؤوستا. شو سبب تسمية يلينيا غورا بهذا الاسم؟ حسب الأساطير بتحكي إنه الأمير لما كان يمشي على قمم الجبال شاف غزال كثير حلو المظهر، فمن هون اجت التسمية، لأنه حرفيا يلينيا غورا هو جبل الغزال. مش أكيد 100% إنه هاي الأسطورة حقيقية طبعا. بعيش في يلينيا غورا تقريبا 80,000 نسمة حسب الإحصائيات في 2018. فيها 3 جامعات رئيسية. في يلينيا غورا كثير في مهرجانات موسيقية ومسرحية. إذا بدي أعد أسماء، في اللي هو على سبيل المثال مهرجان الأورغان الأوروبي، هذا بفصل الخريف، ومهرجان الشارع الدولي اللي هو بيكون بشهر 8. تشتهر يلينيا غورا كمان بالقلاع والقصور. اليوم بدي أخذكم برحلة في يلينيا غورا، المدينة المشهورة بالبنايات الملونة والكنائس. نبلش أول إشي بأكبر كنيسة كاثوليكية في يلينيا غورا، اللي هي تسمى كنيسة الهولي كروس. بنيت في القرن 18 ميلادي. مبنى الكنيسة مهم ومميز ليلينيا غورا، حيث بتشوفه بأغلب البوست كاردز. وتسمى أيضا الكنيسة بالكنيسة الحامية. خلاله أنا بتمشى في شوارع يلينيا غورا بتشوف المحلات معظمها مسكر، وهذا السبب برجع للظروف جائحة كورونا. معظم الأحيان لما كنا نزور المدينة كانت دائما مكتظة بالسياح، ودائما الناس بتمشي في الشوارع. بعض المطاعم فاتحة ولكن ممنوع الجلوس داخل المطعم، فقط تيك اوي عن طريق الأوردر، تطلب وبتاكل خارج المطعم. بالطريق كمان بنشوف كنيسة أرثوذكسية اللي هي اسمها كنيسة القديس بطرس وبولس، كمان مشهورة كثير في يلينيا غورا. وهنا منشوف أقدم مول تجاري في يلينيا غورا، وهذا المول اسمه غاليريا كاركونوسكا. وقريب من المول بتلاقي في الساعة الخضراء الكبيرة اللي عمرها أكثر من 102 سنة، كانت معطلة وصلحوها السنة الماضية. هاي الساعة كثير مهمة لسكان يلينيا غورا، حيث بيستخدموها زي نقطة توجيه، يعني بدك تلتقي بفلان تحكي له بلاقيك عند الساعة الخضراء الكبيرة. والكل بيعرف هالساعة، ما حدا راح يقول لك أي ساعة، لا الكل بيعرفها. إذا ساكن في يلينيا غورا هو بيعرف هاي الساعة. احكوا لي في الكومنتات إذا انكم بتعرفوا هاي الساعة، أو عمركم حكيتوا لحدا من أصحابكم رح نلتقي هنا إذا أنك من سكان يلينيا غورا. وهنا عندنا بوابة فويان فيسكا اللي هي قريبة من كنيسة شفينتا آنا، كنيسة القديسة آنا.
وهاي لما تكون تمشي من شارع بيرفشيغو مايا، زي ما بيحكوا انها انبنت هاي البوابة حتى تحمي مدينة يلانياغورا. ولما تمشي شوية لبعدين بتروح على اللي هو المين سكوير للمدينة، حيث انت ماشي راح تشوف المبنى الكبير الضخم اللي هو مبنى بلدية يلانياغورا، وهناك بسكن رئيس بلدية يلانياغورا، وهناك كمان في الدوائر الحكومية اللي بتقدر فيها تعمل معاملات زي الزواج. طبعا انت ماشي في يلانياغورا راح تشوف بعض خطوط الترام، ولكن ما في ترام في المدينة لانه الترام اتكنسل والتغى بيلانياغورا. كان اخر ترام في مدينة يلانياغورا سنة 1969. زي ما انتم شايفين هون هو هذا هيك شكل الترام المستخدم كان في يلانياغورا، ولكن حاليا هو زي محل ببيع البطاقات التذكارية والماغنيس والشغلات هاي ليلانياغورا. حاليا المواصلات المستخدمة في يلانياغورا كل المواصلات زي الباص والتاكسي والقطارات، ولكن ما في ترام. والمين سكوير في يلانياغورا كثير حلو، في مقاهي كثير ومطاعم، وفي هاي النافورة المشهورة اللي اسمها نيبتون. هاي النافورة عمرها أكثر من 200 سنة وبترمز للعمل الجيد. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا في الفيديو، وهاي هي كانت يلانياغورا. طبعا في كثير مناطق لسه ما حكيتها في الفيديو، بس ان شاء الله على الصيف راح تشوفوا مناظر كثير حلوه. بدي اخليكم هيك مع شويه مناظر حلوه من الشتاء في يلانياغورا والجبال وكيف الناس بتزلجوا. وشكرا لكم على متابعتكم وعلى الدعم وعلى الاشتراك في القناه، وان شاء الله نشوفكم بالفيديو القادم. مع السلامه.